السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا للي بدأناه الفيديو اللي فات، إن شاء الله كنا خدنا أولويات برنامج الإكسل، حاجة بسيطة كده في البداية، وهي فك الأقواس وفك الأسس والضرب والقسمة والجمع والطرح، وادينا معادلة صغيرة جدا كده بسيطة الناس تقدر تطبقها وتحلها إن شاء الله، وكان الناتج بتاعها 2.67%. اللي عايز يراجع نتيجة هذه المسألة وفقا لأولويات برنامج إكسل. النهارده بننتقل ان شاء الله لكيفيه اجراء معادله حسابيه بسيطه ايضا على برنامج الاكسل. وليكن انا عندي هنا خليه فاضيه اهي، عايز اعمل فيها معادله حسابيه بين الخليتين دول. وليكن فاول خطوه بعملها عشان اعمل عمليه حسابيه، بقف في خليه فاضيه بكليك شمال واضغط على يساوي، اضغط على يساوي بلاقيه جنب الزر بتاع باك سبيس، بس اضغط على يساوي. دي اول خطوه. وبعد كده بختار الخليه اللي انا عايز ابدا بيها المعادله، وليكن دي دوست عليها اللي هي 66، فكتب لي هنا رمز اف 8. اف 8 دي بتشير الى ايه؟ الى رقم الخليه، رقم الخليه او موضع الخليه في شيت الاكسل. لما اجي ابص فوق هنا في الاعمده هلاقي اف، ولما اجي ابص في الافقي هلاقي 8، فهي بتشير الى رقم الخليه او وضع الخليه في شيت الاكسل وهو رقمها اف 8. ودوست عمليه، دوست الاول يساوي ثم اف 8، بعد كده وليكن هعمل عمليه طرح، فهدوس على ناقص، هدوس على طرح، ثم اختار الخليه الثانيه اللي هي 22، فاداني رمز اتش 8، بتشير الى ايضا الى ايه؟ الى وضع الخليه في شيت الاكسل، او الى رقم الخليه وترتيبها في شيت الاكسل، اللي هو من فوق هنا اتش ومن تحت هنا 8. بعد كده لازم ادوس على انتر عشان يديني ناتج هذه المعادله. ودوست على انتر ادينا 44. هنعمل عمليه تانيه بسيطه جدا برضو، وهي عمليه ضرب. اقف في خليه فاضيه هنا وادوس على يساوي واختار الخليه الاولى وليكن، بعد كده ادوس شيفت 8 بتشير الى الضرب، شيفت 8 يعني اضرب، وادوس الخليه الثانيه وادوس اوكي او انتر، هيديني 1452، وهو ناتج ضرب او حاصل ضرب الخليتين دول مع بعض. طيب انا ممكن بعد فتره انا بفتح شيت الاكسل بتاعي ومسجل النتائج بتاعتي، انا نسيت الرقم ده بتاع ايه، لما اضغط عليه دبل كليك شمال هيفتح لي مفردات المعادله اللي هي كده، كتب لي يساوي اف 8 ناقص اتش 8. اقدر انا عن طريق الرموز دي ارجع لاف 8 واعرف ان هي دي، وارجع لاتش 8 واعرف ان هي دي، وبالتالي اعرف ان ناتج المعادله هو طرح الخليه دي ناقص الخليه دي اللي هو 66 ناقص 22 هيساوي 44. بالتالي كده الموضوع بقى سهل ان شاء الله. بعد كده هننتقل لكيفيه اجراء منحنى باستخدام برنامج الاكسل، وموضوع بسيط جدا ان شاء الله. اجراء منحنى في برنامج الاكسل، وليكن عندي مجموعتين اهم، جروبين، جروب 1 وجروب 2، والنتائج بتاعتهم متحصل عليها في احدى الشركات وليكن، وكل جروب يمثل مجموعه من الارقام او مجموعه من العملاء المشتركين في هذا الجروب عن طريق اعداد الاشخاص المشتركين في هذا الجروب. فانا عايز اعمل منحنى بيمثل الجروبس بتاعت الشركه دي. فاول خطوه عندي سهله جدا، بحدد الاثنين جروبس دول بتاعتي رايت بكليك شمال، وابدا ادوس على انسرت، الاقي فوق هنا شارتس، ادوس على السهم اللي جنب الشارت الصغير ده، يطلع لي اشكال مختلفه من المنحنيات، كولم، لاين، بي، بار، اريا، سكاتر، ستوك، وهكذا. ممكن اختار كولم على سبيل المثال، واختار الشكل بتاع الكون اللي هو ده، ادوس اوكي، هيطلع المنحنى بالشكل ده. جروب 1 بيمثل الرقم او اللون الازرق، جروب 2 بيمثل اللون الاخضر. طب المنحنى بتاعي طالع من اليمين للشمال، لو انا مش عايزه كده بدوس على لاي اوت، اختار لاي اوت واختار اكسس فوق، واختار برايمري هوريزونتال اكسس، شو ليفت تو رايت اكسس، يعني من الشمال لليمين. هلاقي المنحنى بتاعي اتقلب من الشمال لليمين وطالع في صورة كولم على شكل كون اللي هي قمح، بشكل قمح. ممكن اغير زي ما انا عايز عن طريق ان انا ادوس عليها كده رايت كليك وادوس كات، المنحنى هيتشال خالص او الفيجر هيتشال خالص، واقدر احددهم تاني واغير نوع الشرط اللي انا عايزه اخليه، وليكن اخليه حاجة تانية مثلا، اخليه لاين واختار الشكل ده وادوس اوكي، هيظهر المنحنى بهذا الشكل. اقدر برضو ان انا من لاي اوت اختار اكسس واختار برايمري هوريزونتال اكسس، شو ليفت تو رايت، هيقلب لي المنحنى من الشمال لليمين، وكل رقم في دول بيمثل، وكل لون في هذا الجروب بيمثل جروب واحد من الاثنين.
عشان اقدر اضيف عنوان للفيجر نفسه بدوس شارت تايتل وادوس سنتر اوفرلاي تايتل، هيظهر لي هنا زي تكست بوكس اقدر اكتب فيه عنوان التايتل اللي انا عايزه. نفس القصه اكسس تايتل، هنا عندي برايمري هوريزونتال اكسس تايتل تايتل بلو اكسس، وينزل لي هيظهر لي هنا تكست بوكس صغير اقدر اكتب فيه عنوان المنحنى الافقي اللي عندي. نفس الكلام هرجع تاني اكسس تايتل برايمري فيرتيكال اكسس تايتل، واقدر اختار فيرتيكال اكسس تايتل، هيظهر لي هنا برضو تكست بوكس اقدر اكتب فيه كل اللي انا عايزه على المنحنى او على الخط الرأسي بتاعي اللي في المنحنى المستخدم. كده عرفنا ازاي اعمل عنوان للكيرف كله او للشكل البياني او الرسم البياني كاملا، وعنوان للافقي وعنوان للرأسي، واقدر ازاي احول او اعبر عن القيم بتاعتي في صورة كيرف.